أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة غزة المشرق. نبدأها بالعناوين. برنامجا الأمم المتحدة الإنمائي والسعودي للتنمية يعرضان تقريرا مشتركا بشأن آثار النزاع في اليمن. كاميرا الغد المشرق تكشف عن سرقة ميليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية وبيعها في أسواق صنعاء. بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، العاصمة عدن تشهد تنظيم فعاليات ومؤتمرات احتفالية. أعلن التحالف العربي عن تنفيذه 18 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب وحجة خلال الساعات 24 الماضية. وأوضح التحالف أن هذه الاستهدافات أسفر عنها تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات. أفشلت وحدات من القوات الجنوبية هجوما للميليشيات الحوثية في جبهة قطاع صبيرة الجب شمال محافظة الضالع. وأوضحت مصادر عسكرية أن الميليشيات الحوثية حاولت شن هجوم من مسارين وعززت من عناصرها المهاجمة بكثافة نيرانية، مضيفة أن الميليشيات انكسرت بعد معارك عنيفة أجبرتها على الفرار وسط خسائر فادحة في صفوف عناصرها. وأشارت المصادر أن هذه التطورات جاءت عقب عمليات قصف محكمة للقوات الجنوبية على مواقع تمركز الميليشيات الحوثية. أشادت السعودية ومصر بتوافق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. ورحب الجانبان في بيان مشترك لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر إلى المملكة بإصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2624 الذي صنف فيه ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن. كما أشاد الجانبان في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي يقوم به مركز الملك سلمان لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني. أقيمت في الرياض فعالية تدشين تقييم أثر النزاع في اليمن مسارات التعافي بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. في العاصمة السعودية الرياض أقام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP فعالية بعنوان تقرير تقييم أثر النزاع في اليمن مسارات التعافي بحضور من رئيس الوزراء معين عبد الملك والجهات الداعمة للشعب اليمني. وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك على ضرورة دعم عمل مؤسسات الدولة على المستوى المركزي والمحلي من أجل تحقيق التعافي والاستقرار إلى اليمن. كل الجهود التي قام بها المجتمع الدولي وأشقائنا ومقدمتهم المملكة العربية السعودية وقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، أصدقائنا في مجلس التعاون الخليجي وأشقائنا المجتمع الدولي، كل هذه الدول التي ساهمت من خلال مؤتمرات التعهدات الإنسانية في التخفيف من هذه المعاناة. وكما أشار رئيس الوزراء إلى العمل المستمر في الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية. تبذل الحكومة كل جهودها لدعم مسارات السلام، إضافة إلى جهود وحرص خاص من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي لدعم كل مبادرة السلام، لكن يبقى التعنت من الميليشيا في عرقلة كل الجهود للوصول إلى سلام مستدام والعودة إلى التوافقات السياسية التي يمكنها أن تعيد اليمن إلى مسارات حقيقية من الاستقرار. هذه الفعالية تأتي في سياق عرض التقرير بمساراته المتعددة في المدة الماضية في نيويورك وستوكهولم وواشنطن لتتوج آخر محطاته في الرياض، نظرا إلى دور المملكة العربية السعودية الإنساني والاقتصادي وبكونها المانح الأكبر في اليمن. من جهته قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر في كلمته أثناء فعالية تدشين التقرير إن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية واسعة للإسهام في دفع الأجندة التنموية في اليمن إلى الأمام والإسهام في إبراز الأولويات الإنمائية الوطنية والسعي مع شركاء التنمية في اليمن لوضع الرؤى وتوحيدها على الطريق الصحيح نحو التعافي الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ضمن رؤية مستقبلية واضحة يكون للحكومة اليمنية ومؤسساتها الدور الأكبر في تحقيقه.
هذا ويعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من أهم المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى اليمن بهدف تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في المجالات كافة. رصدت كاميرا الغد المشرق بيع ميليشيا الحوثي الإرهابية للمساعدات الإنسانية في سوق القاع بصنعاء بشكل علني، وهو ما يؤكد كل التقارير المحلية والدولية التي حذرت مرارا من تلاعب الميليشيات بتوزيع المساعدات بطريقتها الخاصة وحرمان اليمنيين منها. أن تذهب للتسوق في صنعاء أمر طبيعي بالرغم مما تعيشه الأسواق من ركود في حركة المتسوقين وتكدس البضائع، لكن غير الطبيعي هو أن ترى قوت يومك والذي جاء على اسمك من المنظمات الدولية سرقته ميليشيات الحوثي الإرهابية وها أنت تشتريه بنفسك اليوم. فخلال تسوقك هنا في سوق القاع بأحد حارات مدينة صنعاء ستجد حقيقة ما نادت به الكثير من المنظمات الدولية التي أشارت في عشرات التقارير إلى تدخل واسع من قيادات الميليشيات في عملها لبسط يدها على هذه المعونات والتي حرفت عن مسارها بغية تحقيق مرابح لقيادات بارزة في الانقلاب. ووثق راصدون محليون في وقت سابق قيام قيادات في صفوف الانقلاب بنهب ومصادرة كميات كبيرة من المعونات الإنسانية وبيعها لتجار محليين وفي الأسواق السوداء. على الضفة الأخرى من معاناة المواطنين، فرضت سلطة الانقلاب رسوما جمركية إضافية على التجار وأصحاب شركات الاستيراد، واستحدثت نقاط تفتيش داخلية تمنع من خلالها إدخال المواد الغذائية من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرتها، ما جعل هذه الأسواق خاوية على عروشها لا تجد فيها إلا القليل من حوائجك. وهنا كانت الفرصة أمام ميليشيات الانقلاب كبيرة في بيع المساعدات الإنسانية المنهوبة. أقامت اللجنة الوطنية للمرأة المؤتمر الوطني السابع في العاصمة عدن تحت شعار إصرار النساء في تحقيق السلام والمواطنة المتساوية، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. برعاية دولة رئيس الوزراء وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتحت شعار إصرار النساء في تحقيق السلام والمواطنة المتساوية، أقامت اللجنة الوطنية للمرأة المؤتمر الوطني السابع، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. تعقد اللجنة الوطنية اليوم المؤتمر السابع للمرأة الذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. تأتي هذه المناسبة كأول فعالية تدشنها اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة عدن العاصمة المؤقتة. يأتي الاحتفال بالثامن من مارس كل عام مثل ما يحتشد المناصرين والنساء المدافعات والمناضلات من أجل تعزيز حقوق النساء في هذه القاعة. المؤتمر السابع يعقد في عدن لأول مرة بعد أن كان في صنعاء، وخلال المؤتمر سيتم مناقشة عدة أوراق تتعلق بواقع المرأة في البلاد في جوانب الصحة والتعليم والنزوح ودور القضاء والنساء السجينات، وسيخرج المؤتمر بتوصيات ترفع للجهات المختصة لعمل ما يلزم في القضايا التي تخصهن. أتمنى أن يكون هذا اليوم هو الأخير في يعني في حياة النساء اليمنيات في هذه السنة، أن يأتي العام القادم يكون عام الأمن والأمان، يكون عام الاستقرار، عام تمكين المرأة، عام استقرار المرأة في المقاليد السياسية. اليوم العالمي للمرأة اليوم والله كان يعني سبحان الله من عيوننا، يعني سبحان الله تكون المرأة اليمن إن شاء الله في خير وسلام ويكون عندها ازدهار وهذا، لكن جاءت الحروب جاءت ذا كثير تعبت، ولكن ما زالت المرأة اليمنية صامدة تقوم بكل الأعمال الحمد لله. وهذا يوم 8 مارس صح أنه عالمي، لكن عندنا باليمن مميز هذا اليوم. أتمنى أن هذا اليوم الانزحام اللي في القاعة يكون في به شيء ملموس للمرأة ومستقبل جيد إن شاء الله، وتكون لها يعني مكانتها في الوزارات وفي الرئاسة وفي كل المجالات. النساء في البلاد دفعن ثمنا باهظا للحرب المتصاعدة منذ قرابة 8 سنوات، إذ حشرتهن في زوايا ضيقة يكابدن همومهن بكاهل أثقلته سنوات الصراع وتداعياته التي أكلت أخضر عمرهن. ورغم هذا كله لا تزال المرأة اليمنية بين الواقع الكثير والنظرة الحالمة بالمستقبل. صالح حنش، الغد المشرق، عدن.
تحت شعار المرأة الجنوبية صانعة التغيير، أقامت اللجنة العليا للمرأة الجنوبية بالعاصمة عدن حفلا فنيا خطابيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. برعاية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتحت شعار المرأة الجنوبية صانعة التغيير، نظمت اللجنة العليا للمرأة الجنوبية الحفل الخطابي الفني بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام. ندعو من هنا وبهذا اليوم إلى الاهتمام بالمرأة وإبراز دورها الفعال في أي مفاوضات قادمة، إذ نتمنى أن يكون للمرأة الجنوبية النصيب في كل المجالات. الجنوب بنسائه يشهد له التاريخ بأن هناك نساء تستحق أن تحتفل بهذه اليوم، وطبعا نحن نؤكد دائما بأن احنا كجيل امتداد للأجيال السابقة بأننا سنكون لنا هذا التاريخ، وسنكتب بدماءنا بأن تاريخ المرأة الجنوبية سيعاد من خلال استعادة دولة جنوبية كاملة السيادة بإذن الله. الحفل الخطابي الفني احتوى على فقرات فنية غنائية وطنية وتقديم عروض منوعة قدمها مجموعة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم تقديم الورود لعدد من نساء الجنوب المشاركات بالحفل ورفع أعلام الجنوب لإثبات الهوية الجنوبية. سعيدة اليوم تواجدي في يوم المرأة العالمي بالذات في العاصمة عدن. هذا اليوم يعني لنا الكثير، نتمنى في هذا اليوم أن تستعيد المرأة الجنوبية مكانتها وتتصدر دورها الريادي مرة أخرى. المرأة الجنوبية أثبتت حضور قوي جدا جدا جدا، ويحق لها الاحتفال وبكل فخر بهذا اليوم. وبإذن الله من خلال هذه الأعمال ومن خلال هذه الأنشطة ومن خلال الدعم والقيادة السخي للمرأة، أكيد ستعود المرأة إلى ما كانت عليه وأجمل من قبل. المجلس الانتقالي منذ تأسيسه ينظم هذه المناسبة، وتتزامن هذا العام بالذات هو تأسيس اللجنة العليا لشؤون المرأة، وذلك إيمانا بالمرأة. شهد الحفل حضور عدد من قيادات هيئات المجلس الانتقالي الجنوبي المختلفة وممثلي المنظمات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات، وجمع غفير من النساء الجنوبيات من مختلف محافظات الجنوب. يحرص المجلس الانتقالي الجنوبي على إحياء مثل هكذا مناسبات ليؤكد دعمه للمرأة الجنوبية في المشاركة في جميع المجالات. صفاء السويدي لقناة الغد المشرق عدن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نيران السوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس. أهلا بك معنا أستاذة نيران في هذه النشرة. في البداية، ما أهمية الحفل الفني والخطابي الذي أقامه المجلس الانتقالي في عدن بمناسبة يوم المرأة؟ طبعا في البدايه نعم تفضلي. طبعا في البدايه اشكركم على هذه الاستضافه، وطبعا الكل يعلم بان اليوم العالمي للمراه هو احتفال عالمي يحدث في 8 مارس من كل عام، ويقام هذا دلاله على الاحترام العام وتقدير وحب المراه لانجازاتها الاقتصاديه طبعا والسياسيه والاجتماعيه. طبعا الاحتفال هذا يحدث في كل دول العالم، ونعلم جيدا ان اول مؤتمر كان للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي هو في باريس في 45، واصبح يحتفل بالمرأة كل عام. ونحن في المجلس الانتقالي الجنوبي طبعا ينظم كل عام تكريما لدور المرأة بالذات الجنوبية، وقد نظمت هذه المرة وهذه أول مرة طبعا بعد تشكيل اللجنة العليا للمرأة الجنوبية هذا الحفل، وكان طبعا
حفل خطابي وفني بهذه المناسبة، وكان طبعا تحت شعار المرأة الجنوبية صانعة التغيير، وهذا دلالة واضحة إلى أن المرأة الجنوبية امتازت بتلك البطولات والدور البارز الذي كانت تتصدر موكب النضال والثورة إلى جانب أخيها الرجل، وهذا طبعا شرف نحظى به في الجنوب وكافة المحافظة الجنوبية أن تكون هذه اللفتة الكريمة من القائد الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي. طيب أستاذة نيران، كيف يمكن تعزيز دور المرأة الجنوبية في هذه المرحلة الحساسة من القضية الجنوبية؟ مبادئ المجلس الانتقالي كانت منذ اللحظة الأولى اتفاقية انطلق من تمكين المرأة طبعا وأولوياته في الداخل وفي الخارج، تعزيز مكانة هذه المرأة وتحقيق إلى جانب للشعب الجنوب من نيل الحرية والاستقلال. طبعا المرأة الآن أصبحت ركيزة أساسية ولا يمكن إلى جانب الرجل في كافة مناحي الحياة، سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو المجتمعية، وعلى أساس طبعا المساواة والعدالة بينها وبين الرجل. طيب أخيرا أستاذة نيران، رسالتكم في المجلس الانتقالي إلى المرأة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة؟ طبعا يعني لا أخفي على الجميع أن احنا خلال هذه فترة من الحروب اللي لا زال حتى هذه اللحظة وصل بد أن نناشد بإيقاف الحرب في مجمل يعني شمالا وجنوبا، وإحلال السلام وإعطاء هذه المرأة طبعا المشاركة في صنع السلام والأمن، وأن تكون أن تأخذ كافة حقوقها غير منقوصة، إضافة إلى أنه المرأة الجنوبية في المجلس الانتقالي كان بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي كان يرى بأن تواجد المرأة في كافة الهيئات العليا بالنسبة للمجلس الانتقالي تواجدها بشكل ضروري جدا، فيعلم الجميع بأن المجلس الانتقالي في كافة هيئاته كهيئة رئاسة متواجدة فيها المرأة الوطنية، نائب رئيس الجمعية الوطنية امرأة في الأمانة العامة، متواجدين رؤساء الإدارات القيادية اللي متواجدة في كافة المحافظات الجنوبية، وهذا دلالة بحرص المجلس الانتقالي على أن تمكين المرأة وإعطاء لها أن تكون في مصاف صنع القرار. فنتمنى طبعا نحن كنساء أن يتم أو نقدر نستطيع أن نقدم لهذه البلد إلى أن يتم استعادة الدولة كاملة السيادة. نعم، كان معنا عبر الهاتف من عدن نيران السوقي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. اختتام الورشة التدريبية للأمن والسلامة في مدارس محافظة حضرموت. أهلا بكم جديدا. أقيم في مدينة شيفيلد البريطانية حفل تدشين كتاب اليمن الجنوبي بوابة العالم للدكتور عبد الجليل شائف الشعيبي الرئيس الأسبق للمنطقة الحرة بعدن. ويجيب الدكتور الشعيبي في الكتاب الأول باللغة الإنجليزية عن تساؤلات مهمة يطرحها المهتمون الغربيون وصناع القرار حول تطلعات الجنوبيين في بناء دولتهم ورؤيتهم المستقبلية لإدارة الجنوب وصناعة علاقة اقتصادية وسياسية مع المجتمع الدولي وفقا لموقع الجنوب الجغرافي المتميز الذي يعتبر بوابة تتحكم بخطوط التجارة الدولية. اختتمت في
مدينة المكلا الورشة التدريبية حول الأمن والسلامة في المدارس، والتي استهدفت مديري مكاتب التربية والتعليم في عدد من مديريات محافظة حضرموت. الأمن والسلامة في المدارس، ورشة عمل تدريبية اختتمت في مدينة المكلا. الورشة نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والإدارة المحلية. البرنامج التدريبي يستهدف مدراء مكاتب التربية والتعليم بمديرية المكلا وغيل بوزير والشحر، إضافة إلى مديريات سيئون والقطن وتريم. سوف يتدرب المتدربون على ما قبل الطوارئ، وتتضمن هذه المرحلة هي تشكيل فرق العمل، وأيضا تحليل الوضع لوضع كل مدرسة على حدة، أيضا بيكون تحديد الأولويات لكل مدرسة، أيضا بيكون من ضمن الأشياء إعداد خطة شاملة كاملة في للمدرسة بشكل عام. خلال أيام الورشة جرى تدريب مدراء مكاتب التربية والتعليم في المديريات المستهدفة. التدريب حول السلامة المهنية في المدارس وطرق إدارة التعليم في الأزمات والطوارئ. تدربنا على كثير من الأمور، من ضمنها كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية المصابين، يعني كيف نقوم، ايش ما هي الاسعافات الاوليه التي نقوم باتخاذها. اخذنا كثير من الانشطه وكثير من البرامج الخاصه بكيف انك تحمي مدرستك، ومن ضمن هذه الاشياء اليوم برنامج معنا حول اهميه الطوارئ داخل المدارس والوقايه من الاشياء التي الكوارث وغيرها من الحوادث التي تحصل داخل المدرسه. هذه الورشة التدريبية ستسهم في تعزيز قدرات القيادات التربوية في الأمن والسلامة المدرسية. مخرجات هذا التدريب يرى القائمون عليه أن تعمم في جميع مدارس المحافظة. لقناة الغد المشرق، بحسن بالبحيث، المكلا. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: برنامجا الأمم المتحدة الإنمائي والسعودي للتنمية يعرضان تقريرا مشتركا بشأن آثار النزاع في اليمن. كاميرا الغد المشرق تكشف عن سرقة ميليشيات الحوثي للمساعدات الإنسانية وبيعها في أسواق صنعاء. وبالتزامن مع يوم المرأة العالمي، العاصمة عدن تشهد تنظيم فعاليات ومؤتمرات احتفالية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغد.com وتطبيق ضبط الإخباري. دمتم بصحة.